السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من قلب الحدث إكسبو 2020 دبي. معكم أدر عزت، ويا ريت اللي يشوف قناتي أول مرة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب حالا اهوت، وتكتب لي تعليق في آخر الفيديو لو محتاج تسأل عن حاجة. دلوقتي أنا في قلب الحدث، معرض إكسبو 2020. الناس اللي ما تعرفش يعني إيه إكسبو، ده بيبقى عبارة عن معرض كبير بيتعمل كل 5 سنوات لآخر التطورات والاختراعات اللي الدول وصلت لها. هنا المعرض بيتعمل وبيتقسم لمباني او اجنحه، كل مبنى باسم دوله، والدوله دي بتجيب الاختراعات اللي هي عملتها وبتحطها في الجناح بتاعها، وبعد كده بتتعرض لرجال الاعمال وبيتبنوا المشاريع دي. يا ترى ايه هي المشاريع دي وهي الاختراعات دي؟ على سبيل المثال، فاكرين لما كنا زمان بنتفرج على بعض الافلام الفانتازيا او الكرتون يستخدم التليفون ويقول له نعم يا معلم اين انت الان، هو شايفه قدامه في الساعه. هل احنا كنا نتوقع ان الكلام ده يبقى حقيقي؟ بالفعل الكلام ده اصبح حقيقه، والساعات دي اتقدمت في الاكسبو لاول مره. شاشات التاتش سكرين اللي انت بتتفرج عليها منها دلوقتي دي كانت موجوده في الاكسبو لاول مره سنه تقريبا 1988. الغسالات اول ما ظهرت اول مره كانت ظهرت عن طريق معرض في الاكسبو. الاسانسير او المصاعد الكهربائيه اول ما ظهرت برضه اول مره. كل حاجه اخترعت احنا ما نقدرش نستغنى عنها دلوقتي ديا اول ما ظهرت في الاكسبو ده. هو ده الهدف اللي معمول بسببه الاكسبو. طيب ليه كل الدول بتنافس ان هي تنظم معرض الاكسبو ده؟ لو تعرفوا مثلا كاس العالم، الاكسبو عامل زي كاس العالم كده، بيتنظم علشان يكون مكان لجذب السياح والضيوف. فتخيلوا كمية الناس اللي هتيجي هنا قريب هتكون عاملة ازاي. يعني الاكسبو بقى عامل زي 5 بطولات كاس عالم في بعض، تخيلوا. شفتوا بطولة روسيا اللي فاتت دي؟ حطوا بقى معاها 4 بطولات كمان، فده معناه ان هيكون في عدد سياح بكميات كبيرة هنا قريب جدا. فالدولة اي نعم هنا في الامارات، وبالمناسبة بقى عايز اقول لكم على حاجة، ان الامارات اول دولة عربية تنظم اكسبو. لحد حالا انا شايف المكان، يعني المكان ضخم، انا مش هقدر اوريه لكم كله لانه ممكن ياخد يعني 10 حلقات، فمش هقدر اقول لكم المكان كله. لكن انا ان شاء الله بكره هصور الجناح المصري، لان في ناس طلبت مني ان انا اصور الجناح المصري واروح اكسبو. انا حاليا في اكسبو، بس المشكله ان انا رحت متاخر، يعني انا مش هلحق ان انا اصور كل حاجه، يعني انا حتى مش هقدر ان انا اروح اصور الجناح المصري. فبكره ان شاء الله هاجي هنا برده و هوريو هصور لكم الجناح المصري، وان شاء الله نستكشفه مع بعضنا، لان انا هتبقى اول مره ندخله، والحاجات اللي انا اشوفها انتوا كمان هتبقى اول مره تشوفوها. النور هنا حبه يتحول بنفسجي، حبه يتحول برتقاني، عمالين يغيروا في الالوان. طيب هل الاكسبو ده مثلا يعني متوقف على موضوع الاختراعات بس؟ لا، ده بالعكس، ده مكان ترفيه، فيه هنا العاب ممكن تعملها هنا، هبقى اوريكم كل حاجه بكره ان شاء الله. في كمان مسرح كبير زي اللي انا قاعد فيه دلوقتي بيتعمل فيه شوهات وعروض، واللي اتعمل فيه حفل الافتتاح. فهي مش متوقفه بس على موضوع الاختراعات، تروح تبص بس تلاقي اختراعات، لا ده مكان تقدر تاخد اولادك، لو انت عندك اولاد وانت مقيم هنا في دبي مثلا، بتاخد اولادك وتقدر تنبسط معاهم ببعض الالعاب الالكترونيه الموجوده هنا، ببعض الشوهات اللي انا هوريها لكم بعد شويه. شوف اللون اتغير تاني الازرق اهو. يا رب يكون المقطع البسيط ده قدرتوا تستفادوا منه بحاجه، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي هصور لكم في الجناح المصري. وياريت اللي شفنا أول مرة ينزل حانا وتعمل اشتراك ولايك، أهم حاجة اللايك. وما تنسوش لو أنتوا عندكم أي سؤال بخصوص الإكسبو، بخصوص السفر، بخصوص السفر لدبي، ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات تحت، وإن شاء الله هرد عليها في أقرب فرصة ممكنة. وكالعادة لو لقيت إن السؤال بتاعك مهم ومحتاج إن أنا أعمل عليه فيديو، هعمل عليه فيديو إن شاء الله. بشكركم، خدوا بالكم من نفسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.